بسم الله الرحمن الرحيم، ندعو الجميع للحضور للدورة 9 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي. في هذا المنتدى راح يكون عندنا العديد من المتحدثين، حوالي 64 متحدث من 16 دولة مختلفة. نركز على العديد من المواضيع في 4 محاور تركز على أمور مختلفة تخدم الاتصال الحكومي. نتمنى من الجميع الحضور والاستفادة لكي نرتقي بإمارة الشارقة إلى أفضل الممارسات في مجال الاتصال الحكومي.